السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو لشرح برنامج Dental Infection Control Audit. بداية الذهاب إلى الموقع www.gdibc-forms.com وإدخال اسم المستخدم هو إيميلك والباسورد الخاصة بك. في حال نسيت كلمة السر، اضغط نسيت كلمة السر راح يرسل لك كلمة سر جديدة لإيميلك المسجل. من هنا نقدر نروح للبروفايل عشان نغير الباسورد إذا حابين. إذا الذهاب إلى Programs، بعدها اختيار برنامج Dental. طبعا البرامج الاخرى لن تفتح لك اذا انت ما عندك اكسس عليها. من هنا تختار، ممكن اختار اسم المنشاه راح يكون هنا في المنطقه هذه، او مثل ما احنا شايفين راح تكون في اعلى الصفحه، واختيار المنشاه المراد تقييمها. لازم ننتبه ان نختار اسم المنشاه الصحيح. بعدها كرييت. هنا المهم في هذه الصفحه نكتب اسم الانفكشن كنترول سوبرفايزر. المهم عندنا كتابة الإيميل الصحيح. ليش؟ لأنه التقرير إذا سويت له سبميت راح يرسل لهذا الإيميل، لذلك لازم ننتبه أن نكتب الإيميل الصحيح. بعد كذا نعبي بقية البيانات، إذا كنا أكثر من مقيم plus sign ونعبي البيانات الخاصة بالمقيم الثاني. هنا الفيزيت ديت لازم ندخل تاريخ الزيارة. عندنا المهم نعرف أيضا أنه التقرير هذا لازم يرسل في خلال 72 ساعة من الزيارة. إذا لم يرسل خلال 72 ساعة التقرير هذا راح يقفل وما راح تقدر تعبيه. بالتالي الحل إنك تتواصل مع الإدارة على أساس نلغي لك التقرير هذا وتعيد كتابة التقرير مرة ثانية. عشان كذا احرصوا على أنكم تعبونه في الوقت المحدد اللي هو 72 ساعة من الزيارة. بعد كذا ندخل التقرير اللي احنا راح نعبيه للمنشأة. وطبعا في كل وقت انتبهوا أنكم المنشأة تكون صحيحة. عندنا هنا Save and Continue. إيش فائدة Save and Continue؟ فائدة Save and Continue أولاً إذا كنت أكثر من مقيم، أحد المقيمين يدخل مثلاً ويعبي للتقرير، بعدها يسوي Save and Continue عشان يترك فرصة للمقيم الثاني عشان يدخل ويراجع ويضيف. أيضاً نقطة ثانية إنك في خلال التعبئة مثلاً حبيت إنك تعبيها في وقت ثاني، نفس الشيء تضغط Save and Continue. لازم نراعي إن الصفحة هذه زي أي صفحة إلكترونية، ما تقدر تفتحها لفترة طويلة. إذا لازم ننتبه إنه إذا مثلاً أنا فاتحها خلال ساعة لازم أضغط في خلال الساعة أو بعد ساعة Save and Continue عشان المعلومات اللي أنا عبيتها ما تضيع. بعد كذا نبدأ في التعبئة. نختار الخيارات اللي عندي. عندنا في Full Compliant اللي تمثل رقم 2، Partial Compliant اللي تمثل رقم 1، Non Compliant اللي 0، وعندنا Not Applicable. عندنا البارتشيلي والنون كومبلاينت، هذا إذا أنا اخترتهم لازم أكتب كومنت هنا. مثلا أنا الفولي كومبلاينت مو ضروري أني أكتب كومنت ولا النون أبليكابل. مثل الآن راح أعطيكم مثال، إذا أنا مثلا عبيت جزء من التقرير وبسوي زيت أن كونتينيو على أساس أكمل مرة ثانية، راح يدل لي يقول أنه مثلا هنا يعطيك رسالة أنه الفيلد هذا required. معناتها عندي البارتشيلي والنون هذا ضروري أكتب عليهم comment. طيب أنا كتبت التقرير مثلا وحبيت أسوي له submit في اعتقادي أن التقرير هذا كامل، أول ما أضغطه إذا كان في أي مكان يحتاج أني أكتبه عليه comment أو score أختار، راح يطلع لي المسج هذا يقول لي أنه في أماكن ناقصة وراح يدلني عليها باللون الأحمر، يكتب لي عليها كومنت انه لازم المكان هذا تعبيه سواء كان كومنت او اختيار سكور. اوكي انا التقرير هذا كان كامل، راح ارسله راح اسوي له سبميت. تمام، لما اسوي له سبميت اولا راح يروح للدنتال سنتر يحتوي على هذا التقرير ويحتوي على اكسل فورم بالاكشن بلان اللي المفروض انه الدنتال سنتر يعبونه ويرسلونه لكم كمديريه لمتابعه الاكشن بلان والتحقق من عمله. عندي ايضا بعد ما اسوي له سبميت راح القاه في الارشيف، وايضا راح القاه في الداشبورد. في أيضا نقطة في الصفحة هذه Facility Information، راح تشوفون هنا معلومات عن المنشأة. طبعا المعلومات هذه أنتم من تدخلونها، مدير مكافحة العدوى في المنطقة هو اللي له صلاحية إدخالها، لذلك يفضل لما تروحون للدنتال سنتر تجيبون المعلومات بعدها تدخلونها تستفيدون منها كداتابيز للمنشآت في منطقتكم. إذا مثل ما قلنا سوينا سبميت، أولا راح يروح إيميل
للمدير المسؤول عن مكافحة العدوى في المركز، وطبعا الإيميل هذا نفس الإيميل اللي أنتم دخلتوه في البداية، عشان كذا قلنا لازم تحرصون على أنه يكون الإيميل صحيح. ثانيا راح يروح للأرشيف، تدخلون الأرشيف، تدخلون البرنامج، راح تلقون هنا كل التقارير الخاصة بالدنتال سنترز في منطقتكم. بعد كذا تروحون أيضا تلقونه في الداشبورد، تختارون اسم المنشأة اللي أنتم رحتوا لها، تختارون الداتا سنتر هنا طبعا، بعدين تختارون المنشأة اللي أنتم رحتوا لها، بعدها تختارون البرنامج و search، وبعدها راح يدخلكم على تقرير تقريبا، يعني ما نقول مفصل لكن يعطيكم فكرة جيدة عن التقرير هذا اللي أنتم سويتوا له submit. ما يعطيكم overall compliance rate، يعطيكم compliance rate لكل standard، لكن ما راح تكون بالsub standard. طبعا بالsub standard هذا راح تكون في الموقع الثاني المفصل واللي يكون عند الأكسس لمدير المنطقة. وهنا راح يعطيكم النص الأول وراح يعطيكم هنا النص الثاني بعد الزيارة، فيعطيكم فكرة عن المركز نفسه وش صار فيه بين في خلال العام. هذا بشكل مختصر عن الموقع. إذا عندكم أي أسئلة لا تترددون أبدا بالتواصل مع GDIBC team. شكرا جزيلا لكم.